صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، لقاء يومي يتجدد. صباحنا مصري، صباح يا رب مليء بكل الخير والامل والتفاؤل والعمل على كل اللي بيتابعونا. لسه مكملين معاكم في بركات الشهر الفضيل، يا رب ان شاء الله يعني يتم هذه الايام المباركه على العالم كله بكل خير ويومنا وبركات. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا كريم وعلى حضراتكم مشاهدينا الكرام. ربنا يا رب يقدرنا على صيام شهر رمضان المبارك، صيام بالذات المولى عز وجل خاص نفسه بي، وده رحمه برضو من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، ولازم كلنا نجتهد في الطاعات في هذا الشهر الكريم اللي فاته حاجات يقدر يلحقها، يعني لسه قدامك وقت كبير كمان. اللي محتاج يهذب نفسه ويعودها على امور معينه يقدر يعمل ده برضو. الحمد لله ما يعني في فرصه وفي برح ان انت دايما في صح، دايما في وقت ودايما في فرصه، طول ما احنا عايشين مفترض ان احنا نبص يعني دايما ان في الخير قدامنا باذن الله. النهارده ان شاء الله هيكون في معانا من فقراتنا السبت، هنتكلم طبعا عن الانشاد الديني او فقرات خاصه بالانشاد الديني واجواء رمضانيه، بعض العظات اللي هنتخذها او بنتخذها من هذا الشهر الفضيل وفضائل رمضان، وطبعا ما ننساش الاكل والولائم، فيبقى معانا فقرات طبيه صحيه عن الاكل. دكتور احمد الجزار عميد طب بنها السابق هيكون ضيفنا النهارده ان شاء الله في البرنامج للحديث عن فوائد الصيام للانسان وازاي الصوم بيحسن من الحاله الصحيه لجسد الانسان. طيب خلونا بس قبل ما نشوف فقراتنا وموضوعاتنا نطلع لاهم واخر الاخبار على مدار ال 24 ساعه اللي فاتت ونشوف ايه ابرز هذه الاخبار. خلال لقائه بعدد من رجال القوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية لرجال القوات المسلحة على جهودهم خلال الفترة الماضية. توافق بين السيسي وبوتين على استئناف حركة الطيران كاملة بين مصر وروسيا، وسد النهضة يشغل حيزا من مباحثات الزعيمين. الصحة تعلن تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة وخروج 676 متعافي من المستشفيات. خلال تشييع جثمان إدريس دبي، دول الساحل وفرنسا تعلن دعمها للعملية الانتقالية المدنية العسكرية في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل. الجيش الروسي يبدأ سحب قواته من حدود أوكرانيا وسط ترقب من حلف ناتو والاتحاد الأوروبي.